الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فما زلنا مع مقدمة الإمام ابن كثير رحمه الله لتفسيره، يقول: جمع القرآن. قال المؤلف رحمه الله: لعله يقصد بقوله المؤلف هنا هو الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله في كتابه المصاحف. لذلك يحسن في التصنيف إذا بعد العهد بالاسم أن يعاد ويكرر. يقول: فائدة جليلة حسنة. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وفي لفظ للبخاري عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، ونحن ورثناه. لم يجمع القرآن أو جمع القرآن معناه حفظه عن ظهر قلب. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور، لأنه مات قديما، وقد ذكروه في أهل بدر، وسماه بعضهم سعيد بن عبيد. ومعنى قول أنس ولم يجمع القرآن يعني من الأنصار سوى هؤلاء، وهذا صرح به في رواية الصحيحين، قال: كلهم من الأنصار. يقول: وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن، كالصديق وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قد علم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس، وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤم القوم أقرأهم، رواه مسلم. فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. نقله أبو بكر ابن زنجويه في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري، وهذا أيضا فيه فائدة، وهي أن هذا دليل بالإشارة على أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليهم في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني
أنه قال بعد ذكره حديث أنس هذا، فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن. عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقول أنس لم يجمعه غير أربعة يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة، وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول لهم. إذن تظاهرت الروايات أن الخلفاء الأربعة قد جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: لم يذكر القاضي ابن مسعود، يعني القاضي أبو بكر البقلاني، وسالما مولى أبي حذيفة، وهما ممن جمع القرآن. ثم يقول رحمه الله: نقلت هذه من على ظهر الجزء الأول من أجزاء المؤلف. قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب أي الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، يعني عقيب مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني، فقال: إن القتل قد استحر، استحر يعني اشتد وكثر، إن القتل قد استحر بقراء القرآن أي بحفاظه، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه أي في كتاب واحد. فوالله، أي يقول زيد رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، يعني لم أجدها مع غيره مكتوبة كما قال ابن حجر رحمه الله، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، عزيز عليه ما عنتم، آخر آيتين من سورة براء، سورة التوبة.
فكانت الصحف أي بعد أن جمع، وكان هذا هو الجمع الأول، جمع القرآن على 7 أحرف كما أنزل القرآن. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، لأنها كانت تقوم بوصايا عمر، وقد وصاها عمر رضي الله عنه بذلك، حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. ثم يعلق رحمه الله يقول: وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقامه الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد بعده، قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش، وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة، منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. هذا إسناد صحيح إلى علي رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين رضي الله عنه وأرضاه. وقال أبو بكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبده عن هشام عن أبيه، أي عن عروة ابن الزبير، أن أبا بكر هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ختمه. صحيح أيضا، هذا منقطع، فإن عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، فهو منقطع. فأبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن أي حفظا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تولى الخلافة رضي الله عنه جمع القرآن في كتاب واحد كما أنزل على 7 أحرف رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت. وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد رضي الله عنه في قريب من 13,000، فالتقوا معهم أي مع بني حنيفة، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب،
فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب. فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3000، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا، وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم، وولى جيش الكفار فارا، وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا، وقتل الله مسيلمة، وفرق شمل أصحابه، وفرق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام، ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال، فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك، ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن خلاد، حدثنا يزيد، حدثنا مبارك ابن فضالة عن الحسن، مبارك ابن فضالة ضعيف ومدلس، عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آيات من كتاب الله، فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمام، فقال إن لله، يعني استرجع، فأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف. قال ابن كثير رحمه الله: هذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه. إذن هذا منقطع، فأول من جمع القرآن في كتاب واحد هو أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك فيحمل على أنه هو الذي أشار بجمعه، كما ثبت هذا في الصحيحين لما استحر القتل بقراء القرآن في يوم اليمامة. وهو رضي الله عنه كان مهيمنا على حفظه وجمعه، يعني كان مع زيد بن ثابت رضي الله عنه في كتابة القرآن، كما رواه ابن أبي داود بسنده عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، يعني يجدها مكتوبة، حتى يشهد شاهدان يعني مكتوبة عنده، وذلك عن أمر الصديق له، كما قال أبو بكر ابن أبي داود بسنده عن عروة بن الزبير قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ، يعني يوم اليمامة، فرق أبو بكر، يعني خاف، فرق أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع، فقال لعمر ابن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. هذا منقطع حسن كما ذكرنا، لأن عروة بن الزبير رضي الله عنه لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه فهو منقطع، لكنه حسن، فكان لا يقبلان كتابة الآية إلا إذا شهد شاهدان عليها، يعني مكتوبة عندهما. ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة
آخر آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية مع خزيمة ابن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره، يعني لم أجدها مع غيره مكتوبة، كانت عنده فقط مكتوبة فكتبوها عنه، لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها أي اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي، والحديث رواه أهل السنن وهو حديث مشهور. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة ابن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أن عثمان شاهد بذلك أيضا. أما هذا الأثر وهو أثر أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت، هذا فيه ضعف، فيه عمر ابن شقيق قال الذهبي فيه لين. وأبو جعفر الرازي فيه ضعف، فقد قال أحمد ليس بقوي في الحديث، وعنه صالح وعنه يكتب حديثه. وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيرا، وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ، مع أن أبا حاتم قد وثقه، وكذا ابن معين في رواية. وأما أثر أن عثمان رضي الله عنه شهد بذلك أيضا فالله أعلم، فهذا رواه أبو بكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف. وأما قول زيد بن ثابت فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، وفي روايات من العصب والرقاع والأضلاع، وفي روايات من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال. أما العصب فجمع عسيب، قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري هو من السعف، فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف، يعني كانوا يكتبون عليه. واللخاف جمع لخفة، وهي القطعة من الحجارة مستدقة كانوا يكتبون عليها وعلى العصب وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من عسيبه، ومن هذا من لخافه، ومن صدر هذا أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات رضوان الله عليهم جميعا. وهذا من أعظم الأمانة التي أدوها أي الصحابة القراء رضوان الله عليهم جميعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلوات الله وسلامه عليه ما أمر به. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة، على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين،
فقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكبها عليهم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. رواه مسلم عن جابر. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته أن يبلغ الشاهد الغائب، الشاهد يعني من حضر، وقال بلغوا عني ولو آية. هذا رواه البخاري، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءه، فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة، لم يلبسوا هذا بهذا، يعني لم يخلطوه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كتب عني سوى القرآن فليمحه. رواه مسلم، أي لئلا يختلط بالقرآن. وليس معناه ألا يحفظ السنة ويروها، والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا، ولله الحمد والمنة. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، هذا مثال للمصلحة المرسلة، للمصلحة المرسلة، المصلحة المطلقة التي لم يرد دليل بنفيها ولا بإثباتها، لكنها مصلحة ومنفعة للمسلمين، فهذا مثال لها، هو جمع المصحف في كتاب واحد. لذلك قال ابن كثير رحمه الله: فكان هذا الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين رضي الله عنها حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. أخذها عثمان رضي الله عنه ليتم الجمع الثاني للقرآن. الجمع الثاني سيكون على حرف واحد، وهو لغة قريش، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.